بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، مرة أخرى ألتقي بكم مع مقرر الحاسب الآلي في التعليم، إعداد الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، كلية التربية، جامعة الملك خالد. والمحاضرة الثالثة: المكونات الأساسية للحاسب الآلي. ونبدأ بالأهداف. عزيزي الطالب، في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قادر على أن 1- تعرف المكونات المادية للحاسب. 2- تعرف المكونات البرمجية للحاسب. 3- تفرق بين المكونات المادية والبرمجية للحاسب. 4- تناقش الأنواع المختلفة لذاكرة الحاسب الآلي. 5- تفرق بين وحدات القياس في الحاسب الآلي. مكونات الحاسبات الآلية. أولا، مكونات الحاسب الآلي. يتكون الحاسب الآلي من المكونات الآتية: 1- وحدات الإدخال (Input Units)، وهي عبارة عن القطع المادية والبلاستيكية والملحقات التي يمكن لمسها ومشاهدتها في جهاز الحاسب الآلي، مثل (ألف) لوحة المفاتيح (Keyboard)، وهي عبارة عن لوحة التي تحتوي على مفاتيح الأحرف والأرقام وبعض الأوامر. (ب) الفارة (Mouse). الفارة عبارة عن أداة تحتوي على جهاز تحسس ينقل اتجاه وموقع حركة المستخدم، ويمكن بواسطة الفارة إعطاء أوامر إدخال أو استرجاع البيانات. (جيم) الماسح الضوئي (Scanner). يستخدم هذا الجهاز لمسح الصور والمستندات باستخدام خاصية انعكاس الضوء عن العناصر المضيئة والمظلمة، مثل آلات تصوير المستندات، وتتفاوت في الدقة والسرعة وكذلك الحجم. (د) الميكروفون. يستخدم هذا الجهاز لإدخال أصوات الجهاز الحاسب. (2) وحدة المعالجة المركزية (CPU). تتكون هذه الوحدة من آلاف الدوائر الإلكترونية المصنوعة من مادة السيليكون، وتسمى بلغة الحاسب رقائق، وتعد قلب الحاسب النابض. وتتكون هذه الوحدة من (ألف) المعالج، وهو يشبه المخ بالنسبة للإنسان، ويشمل الدوائر الكهربائية اللازمة لتنفيذ العمليات وتوجيه المدخلات والمخرجات من وإلى، وحدات الإدخال والإخراج، وتشمل على وحدتين هما وحدة الحساب والمنطق، وهي الوحدة التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية. (2) وحدة التحكم، وهي الوحدة التي تقوم بإدخال ونقل وإخراج البيانات والمعلومات. (ب) الذاكرة. تنقسم ذاكرة الحاسب إلى 3 وحدات رئيسة: 1- الذاكرة العشوائية (RAM)، وهي التي تستخدم لاحتفاظ المؤقت بالبيانات وتفقد محتوياتها بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز أو انقطاع التيار الكهربي. (2) ذاكرة القراءة فقط (ROM)، تحتفظ فقط بالبيانات الأساسية التي يحتاجها الجهاز لبدء التشغيل، مثل معلومات وحدة الإدخال والإخراج المتصل بالجهاز، كما تحتفظ بمعلومات عن الشركة المصنعة للجهاز، ولا تفقد محتوياتها عند إيقاف التشغيل أو انقطاع التيار الكهربي عن الجهاز. (3) وهي ذاكرة مهمة جدا، وهي ذاكرة المخباة (Cache Memory)، وهي ذاكرة مساعدة لوحدة المعالجة المركزية للحصول على المعلومات من الذاكرة الرئيسة في أقل زمن ممكن للحصول على البيانات المطلوبة. (جيم) وحدات التخزين (Storage Units). تستخدم هذه الوحدات لتخزين البيانات لإتاحة إمكانية استرجاعها، ومن أهم وحدات التخزين التالي: 1- الأقراص الصلبة (Hard Disk). تتم عملية التخزين على قرص مغناطيسي، وتتميز بسرعة تخزين كبيرة جدا تصل إلى أكثر من 8 تيرا بايت، وهي أكبر وحدات التخزين من حيث الحجم والتكلفة المادية والسرعة. (2) الأقراص المدمجة (CD-ROM). هي أقراص مكونة من مادة عاكسة للضوء، ويتم تخزين البيانات عليها باستخدام أشعة الليزر، وتصل سرعة تخزينها إلى 750 ميجا بايت، بينما النوع DVD منها تصل سرعة تخزينها إلى أكثر من 4 جيجا بايت. (3) وحدات الإخراج.
هذه الوحدات التي يتم بواسطة إخراج البيانات التي تم معالجتها المستخدم عند طلبها من قبل المستخدم، ويمكن سرد بعض منها على النحو التالي: ألف شاشة العرض مونيتور تشبه شاشة العرض التلفزيوني، وتقوم بعرض النصوص والبيانات والرسوم والأشكال وغيرها، وتتفاوت شاشات العرض من حيث دقة العرض، مساحة الشاشة، والتي تقاس بوحدة البوصة. ب الطابعة برينتر تستخدم لطبع البيانات أو مخرجات الحاسب على ورق. جيم السماعات الصوتية سبيكرز تقوم هذه الأجهزة بتحويل الإشارات الصوتية إلى موجات صوتية يمكن سماعها من قبل مستخدم الجهاز. دال الراسمات بلوترز وهي طابعات خاصة تستخدم لإنتاج اللوحات والرسومات البيانية وأنواع أخرى من المواد المصورة. شكل يوضح مكونات الحاسب الآلي يوضح الشكل التالي: الترابط بين وظائف المكونات المادية للحاسب الآلي من حيث 1 وحدات الإدخال، 2 وهذا أهم جزء في الحاسب، وحدة التحكم، وحدة التخزين، وحدة الحساب والمنطق، وأخيرا وحدات الإخراج مثل الطابعة والشاشة. ثانيا وحدات القياس في الحاسب الآلي تستخدم المصطلحات التالية للدلالة على مجموعة من الأرقام الثنائية: 1 البايت يمثل سعة 8 أرقام ثنائية، أما حرف هجائي 1 أو رقم 10 1 أو إحدى العلامات. 2 الكيلو بايت، الكيلو بايت الواحد يتكون من 1024 بايت، 1024 بايت أي 1000 بايت، ويرمز له عادة بالرمز KB. 3 الميجا بايت، الميجا بايت الواحد يساوي 1024 من الكيلو بايت، 1024 كيلو بايت أي أنه يساوي 1024 في 1024 بايت، ويرمز له عادة بالرمز ميجا بايت. 3 جيجا بايت، الجيجا بايت تساوي 1024 ميجا بايت، 1024 ميجا بايت أي أنها تساوي 1024 في 1024 في 1024 بايت، وعادة يرمز لها بالرمز GB جيجا بايت. التيرا بايت وهي من وحدات التخزين العالية جدا، وتساوي 1024 جيجا بايت، وتستخدم في يومنا هذا في مختبرات الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت واي بي ام. واخيرا عزيزي الطالب مع التقويم، حاول كتابة نبذة مختصرة عن: ألف وحدات الإدخال في الحاسب الآلي، ب وحدات الإخراج في الحاسب الآلي، 2 فرق بين كل من ألف الرام والروم، ب الميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت. وشكرا